محمد بون، خرجت من دارنا، خرجت بشعرافي بقدري مطلعة على مخاوتي، جاتو بيزار كي الطفلة هادي بشعرافها كبار، ولقاها شغل كان حاب يدير معايا صوالح، لقاني بزاف فيهم يابسة شو اسم ديدا، لقاني سهلة ما لقانيش نتبعو في الطريق اللي راح فيها هو. يا ماما نضوني سيد ما تبوش الحال، قال شو ما تبعتنيش طفلة هادي تما الحوسة الوحدة تبعني. تما نقولو هاد الحاجة اسم بوشايب هذا يا شغل راك دايرو ليك دايرو شغل طريق باش تكسب به البنات. انا والله ما كسبتك باسم بوشايب، انت على بالك باش كسبتك؟ لا ما نهضرو صافي بك 40 سنة كنت ديما من عندي عقلية بالك دوكا اللي يوتيليزيتها عليا انا. علمتك علمتك شي صوالح وجربتهم فيا.